تعالى نتنقل لجزئيه تانيه. كان عندي فاصلين ضربوا في قلب بعض وعظيم عمال بيتخانق معاه مش عارف اطلع فاصل. نطلع انا فاصل. مستمتع جدا بالكلام. عظيم هنطلع فاصل ولا ايه؟ طيب خلاص ماشي خلينا اكمل. يعني بص هو ده اللي انت بتقول عليه حسني. حسني جرينتا. جرينتا ايوه. ما الجون ده اللي جابه فينا على فكره. يعني بص المنتاليتي يعني طريقه التفكير دي هو بيحاول ينقلها للعيبه الصغيره. هو انت ليه ما بتكلمش على الفتره اللي انت قعدتها في الاسماعيلي؟ لا بالعكس بتكلم طبعا. انت ما سالتنيش على الاسماعيلي. دي كانت من احلى. انت. لا, لا, لا 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 انا بتكلم بشكل عام. انا هتكلم لا عليها طبعا. انا دايما لان انا وانا في المقدمه اتكلمت على لا الجزئيه دي لانه انا فاكر كويس. انا فاكر كويس كره الاسماعيلي اختلفت في الفتره دي فعلا. انا بعتز يا ابراهيم بالفتره اللي انا مسكت فيها الاسماعيلي وانا بحب جمهور الاسماعيليه جدا. وانا بقول ان هو جمهور مظلوم. مدينه الاسماعيليه مظلومه. ولازم النادي يبقى فيه موارد ماليه يقدروا ان هم ينافسوا الزمالك والاهلي لان النادي الاسماعيلي بيعاني بشكل كبير جدا. والحقيقه ربنا يكون في عون المسؤولين. دلوقتي جه راجل محترم ابراهيم عثمان ومجلس اداره محترم جدا وبتمنى لهم التوفيق يعني ان شاء الله ان هم يقدروا يعني يرجعوا بالاسماعيلي للاسماعيلي اللي احنا عايزينه. اللي انا عايز اقوله لك ان انا من اكتر الفترات اللي انا بعتز بيها كمدرب هي فتره الاسماعيلي لان هو الفريق الوحيد اللي انا بدات معاه موسم. خلي بالك أيوه. انا عمري ما بدات مع الزمالك موسم ودلوقتي وادي دجله ما بداتش معاه موسم. الاسماعيلي نهيت بيه موسم كان الكاس وبعد كده بدات معاه موسم من اول وجديد. فالفرقه دي انا صنعتها من سكراتش من زيرو. انا مشيت 15 لعيب 15 لعيب من الاسماعيلي وحطيتها بايدك من اول وجديد من اول وجديد. انا يعني الفكره اللي انا حطيت الفرقه ان انا حطيت فيها فكري كله. عايز اقول لك ان انا واجهت يعني مشاكل كبيره جدا في الاسماعيليه ان انا اجيب لعيب زي مروان محسن. كان مش راضيين بمروان محسن والله. لا كابتن ده لعيب مبطل ده عنده فيروس سي ده. يا جماعه انا شغلتي ان انا اجيب اللعيب باخد عليه ريسك وانا هعمله لعيب كويس هعيد صناعته. مش عايز اقول لك ان المشاكل اللي انا واجهتها في الاسماعيليه عشان اجيب شيكابالا الاسماعيلي. كانوش عايزين شيكابالا نهائي خالص. ازاي ونجيب لعيب اعاره والولاد الصغيره يعني طبعا ده مروان ب 10 مليون اتباع ب 10 مليون ومروان يعني بص انا بشوف ان قمه النجاح للمدرب ان هو يحيي لعيب. بس انت رهنت قبل كده ورهنك خسر على مين؟ دومينيك. بالعكس انت تعرف دومينيك كام جاب جول في الزمالك؟ جاب كام جول؟ جاب 8 جوان في 6 شهور. يعني دومينيك كان لعيب احنا كانت مشكله دومينيك الاساسيه في الاهلي ان هو كان بيتصاب كتير. دي كانت مشكلته الرئيسيه. احنا وهو لعيب طبعا عنده اتيتيود يعني. دومينيك مش سهل يعني. ازاي مش سهل يعني؟ بيرد ومع اللعيبه يعني مش سهل. دومينيك شخصيه قويه جدا. فاحنا كنا عارفين المشكلتين اللي عنده واشتغلنا عليهم. عمره ما عمل مشكله في نادي الزمالك وعمره ما اتصاب في نادي الزمالك دومينيك. ان حطينا له برامج تدريبيه مختلفه عن اللي كان بياخدها قبل كده. لكن بالعكس انا شايف ان دومينيك احنا ما حصلناش عليه الرهان. انت لما تجيب لعيب فري اول حاجه خلي بالك فري و يجيب لك 7-8 اجوان في بطوله افريقيا ابطال الدوري ويجيب اجوان في الدوري والكلام ده كله. يبقى انت استفدت منه بشكل جيد. لعيب فري. في نقطه مهمه جدا عايز اتكلم معاك فيها مش عايز انساها. مايوكا والله لسه بص على طرف لساني. كنت عايز اوريك صوره لازم تعرضها. الصوره دي عندي انا مصورها وجايبها لك. يعني عايزك تشوف اليوم اول حاجه احنا لما جبنا مايوكا كنا كده. لا يعني احنا لما جبنا مايوكا كان رفيع جدا. لا سيبك من هو كان رفيع. احنا جبنا لعيب في بطوله افريقيا 2012 هو هداف البطوله. الفرقه البطوله اللي زامبيا خدتها هو هداف البطوله. لعيب عنده خبرات كبيره جدا. لعب 56 مباراه دوليه واحرز تقريبا 18 هدف. فيعتبر معدل عالي جدا. اهم حاجه ان اللعيب ده كان فري. احنا برضو كنا خلي بالك يعني بندور على بادجت النادي. كان في اوبشنز كان في اوبشنز ثانيه موجوده ولكن كان سعرها غالي على النادي. النادي ما قدرش يدفعها. في الاخر لجأنا لمايوكا. مايوكا اول لما جه عايزك تشوف ايه شكله وعايزك يعني احسب لمايوكا عدد الدقايق اللي لعبها وهو فت والاهداف اللي احرزها عشان الناس بتقول لك ان مايوكا بعد كده بقى كنت مقتنع بيه عشان ما اكذبش عليك يا كابتن. انا كنت مقتنع بيه. ده راجل تخن ابراهيم. ده بياخد مرتبه شاورما. انا اقول مش عايزين والله نهين حد يعني. لا مش هين يا كابتن. ده يا كابتن مفيش لعيب كوره يبقى يوصل للمستوى ده. النهارده هو انا عايز اقول لك حاجه. انت عارف شيكابالا انا خسسته كام كيلو في طب ما هو ده بقى اللي بتكلم فيه. عارف ما هو ده شغل مدرب. طيب انا انت عارف شيكابالا خسسته كام كيلو في الاسماعيلي؟ 12 كيلو قبل ما يلعب. طيب يا كابتن يبقى احنا بنتكلم في نفس الطريقه. عارف اوباما لما مسكت وادي دجله لغايه دلوقتي خسس 8 كيلو.
اوباما هو فين صحيح؟ لا اوباما عنده مزق في العضله الاماميه. عماله مزق في العضله الاماميه، مزق في العضله بس الأمامية. خف ان شاء الله هيبقى موجود. احنا ما رضيناش ناخد عليه ريسك، كان ممكن يلعب معانا الماتشات الاخيره ولكن احنا قلنا مش هناخد عليه ريسك لغايه الدور الثاني. طب استاذنك يا اما ناخد فاصل عظيم عشان خاطر نحط الصوره للناس. طيب خد فاصل، خد فاصل. يعني انا عايز اوريك يعني الناس مايوكا راجل ما بيتمرنش كويس، ما فيش اي حد جه، مع احترامي يعني الناس اللي موجوده، ما حدش جه فكر ان هو يحط له برنامج تدريبي ان هو يخليه فت. انا راجل مايوكا ما عادش معايا الا شهر بس، يبقى احنا مش مختلفين يا كابتن. لا لا ما هو طبعا ما هو طبعا الراجل المنظر اللي هو فيه لا يليق ان هو يكون موجود في نادي بحجم نادي الزمالك. راجل يعني 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 ما ينفعش انت هو بيظلم نفسه وانت بتظلم اللعيب. لكن لازم لما تيجي تحكم على صفقه مايوكا تحكم عليها ايه اللي كان متاح قدامنا وايه الفلوس المتاحه قدامنا وخدنا القرار صح لمصلحه النادي ولا لا. احنا كان مطروح علينا 3 اوبشنز، في الاخر اتجهنا لمايوكا. وده راجل في فرق ابراهيم ان انت تجيب لعيب مغمور وتاخد عليه ريسك، ده المدرب يتحملها 100%. وفي فرق ان انت تجيب لعيب دولي ولعيب عنده سي في قوي ولعيب عنده خبرات كبيره جدا ولعب في انديه كويسه جدا وتجيبه والظروف بقى ما تساعدوش وهو ما يساعدش نفسه ان هو ينجح. صحيح. طيب